إياك أن تظن أن حلاوة الحياة والسعادة بالمال فقط أو بالعيش المترف فقط. فكم من أناس يعيشون غير مترفين وهم في منتهى السعادة وفي منتهى الرضا وفي منتهى الهدوء، استقرار العائلي، حب المتبادل، كل حاجة موجودة، وبيأكل ما شاء، ويمكن يبقى عنده ثروة، وانتم ممكن بتشوفوا دي، ومحروم أن يأكل قطعة لحم، محروم يأكل خشكار الخبز، يعني السن يدوروا له على السن، نقول له ما انت بتاكل سن دلوقتي يا ربنا احوجك له، لانك انت اصلك ياما اكلت دقيق مقطف زمان، فلازم تيجي تعادل، امال يعني هتقعد على طول كده؟ لازم تاكل شويه سن بقى، ولازم تنحرم لانك برضو اكلت كتير. يوم اللي ما عندوش ساعه ما يبص البصه دي يقول يا سلام على العداله، يا سلام ده انا مش عايز الدنيا بتاعته دي، انا عايش كده زي مان انا معي. واظن قصه الرجل البواب اللي في الاوضه اللي على الباب عند الرجل الغني، يقعد بقى بالليل الراجل البواب هو والست بتاعته، يقعدوا يدندنوا ومبسوطين ويضحكوا من العيال حواليهم، ودوك عمال بقى ايه يغلي، والست لسه ما جاتش من بره، وجاي بقى مخموره وجاي حالتها لضى، وهو قاعد يبص ويجي، وبعدين يجي بس تبص له كده يروح ساكت، ويشوف دوك قاعد سعيد كده ومش عارف، كل جاهد الدنيا ده يضيع في هذه اللحظه، يضيع في هذه. قام الراجل الغني قال والله لا شاغل البواب، سأشغله بالدنيا دي. فقال له انت بدل ما انت قاعد طول النهار مالكش شغله، احنا هنديك 10 جنيه وتجيبهم بيض وتحطهم كده وتبيع للناس اللي مش هتبيع وانت قاعد. فجيه بقى قاعد يبيع البيض، ودي تتكسر، ودي مش عارف ايه، ودي تنعد، ودي مشيشت، وقعد طول الليل. وبعدين في يوم من الايام جمع ال 10 جنيه وقال له خد يا عم سيب الايه، خد ال 10 جنيه بتوعك وسيبني من غير بيض، لا انا عايز بيض ولا انا عايز ايه، ولا مش عايز حاجه. سعاده هي ايه السعاده؟ ايه السعاده دي؟ امر نسبي، امر. ويمكن لو ان ولدا من اولاد السري اعتدى على ولد البواب وحصلت مشاجره، يقوم البواب يقول له يا دي انت فاهم ان ابوك من ابو غني داني احسن منك، ويقولها كده ولا يبالي ولا يهمه. ربنا مديله ايه؟ ربنا مديله طاقة من الرضا، هذه الطاقة من الرضا هي السعادة. فبيقول لك المعيشة الضنك مش بس ما يكونش عنده فلوس. انا ضربت مثلا قلت الاحصاء الاقتصادي ان السويد ارقى بلد ولا لا؟ ارقى بلد في المستوى الاقتصادي. وبعد ذلك الاحصاء الثاني قال ايه؟ انها ارقى البلاد واكثرها احصاء في الجنوب، والانتحار والطلاق. بينتحر واحد، بينتحر ليه؟ ليه بينتحر؟ لانه ماليش روح رصيد من ايمان يقول فيه يا رب. لانك انت لما تحجبك الحياه وبعدين تفتكر ان ليك رب تقول يا رب، مجرد نطقك به تلتفت تلاقيك ارتحت على طول، لانك انت جاء ربك على بالك وسكن في نفسك كلها، فحصل فيه ايه؟ فحصل فيه الرضا. وحصل يبقى معيشه دونك مش معنى يعني انهم فقراء، لا قد يكونون كذلك، ولكن محرومين من نعمة الايه؟ من نعمة الاستقرار. احنا لما رحنا يا اخي امريكا، اول ما رحنا اسمها نيويورك، قلنا ده بلد بقى، وبعدين نزلنا في فندق، وفندق فاقم وقعدنا فيه. وبعدين التفت اليوم بقول للدكتور اللي وياه رايح يترجم ليا، قلت له اقرأ لي ما مكتوب على هذا الباب. قال لي اول تنبيه، اذا دخل عليك احد بالليل فلا تقاوم، فان حياتك اسمن مما معك. يا خراب قلت الله يطمنهم. يعني معناها نطمن، يعني انا عرضه ان واحد يدخل ولما تيجي تخرج يمسكك بتاع الاستعلام تقول لك لا تخرج بمال كثير، خد فلوس بسيطه كده على قد الطريق، او خد الكارت بيسموه ايه؟ كارت كده تحطه كده هو الكارت الدولي. بقى دي بلاد مرتقيه دي، ازاي يكون الكلام ده؟ ده انتقاء، ده الرعببه دي، الحضاره هي دي، سبحان الله العظيم.